العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتظل واحد ونتيجه تنمية للاهل المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 ماشي بشكل كويس. عندنا الحمد لله الاعداد ماشيه بشكل كويس، نظام التزام، لان زي ما بقول لك احنا بنتعامل باسم النادي الاهلي، فلازم احافظ على اسم النادي الاهلي في كل حاجه سواء في الملعب او خارج الملعب. لكن احنا كمان عندنا ذكور الاكاديميه هنا، مش فكره فنيه بس، لا بالعكس، احنا الحمد لله عندنا بنقوم السلوك التربوي، السلوك الدراسي. يمكن احنا برضو في نهايه كل شهر بنعمل تقييم شهري لكل ولد، كل ولد ليه استماره في نهايه كل شهر، احنا بنعمل جزء منها، ولي الامر بيعمل الجزء الباقي. لان زي ما بقول لك النادي الاهلي طول عمره مش فكره كوره بس او رياضه بس، لا بالعكس، النادي الاهلي اجتماعي وثقافي وانساني وتربوي. وخصوصا انت عارف احنا هنا كمان بالنسبه للناس في الغربه، والناس هنا انت عارف الجاليه الاهلاويه هنا في مصر كبيره جدا. يمكن ده كنا بنشوفه في اي لقاء للنادي الاهلي سواء في السوبر او مباراه اهلي وزمالك، كنت بتشوف الجاليه المصريه والاهلاويه بشكل خاص كبيره جدا هنا. فده احنا الحمد لله بنلمسه هنا في الاكاديميه. لكن غير كده ان احنا كمان الحمد لله عندنا جنسيات مختلفه، مش مصريين بس، لا بالعكس، عندنا سوريين، عندنا سودانيين، عندنا اكتر من جنسيه موجوده، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. النادي الاهلي يبقى منتشر في كل مكان يعني. والناس الامانه انا بشكرهم جدا، اولياء الامور، على التزامهم وعلى تعاونهم معانا. يمكن تعرف الناس هنا كمان اوقات بتخلص شغل متاخر وظروف المعيشه، ومع ذلك حابين جدا يجيبوا اولاد النادي الاهلي، ان اولادهم يرتبطوا باسم النادي الاهلي. يمكن احنا كمان في اولياء امور ممكن يبقى شايف ابنه مش لاعب كوره، بس جايب ابنه عشان اسمه يرتبط باسم النادي حتى لو لفتره بسيطه. جايب ابنه عشان احنا زي ما بقول لك احنا هنا بنقيم السلوك، بنقيم السلوك الدراسي. يمكن انا ما كملتش كلامي، ان الاستمرار في نهايه كل شهر دي بنعملها، بنختار احسن لاعب في كل مجموعه بناء على مش فني بس. المدرب بيعمل الجزء الفني بتاعه، ولكن في جزء في اخر الاستماره ولي الامر بيملاها. الولد سلوكه في البيت بياخد كام درجه،
سلوكه في المدرسه بياخد كام درجه، الالتزام الاخلاقي والالتزام بالصلاه وكل الامور اللي انت عارفها دي بياخد عليها درجات، وفي الاخر بنقيم كل الدرجات دي وبناء على كده بنختار افضل لاعب. فزي ما بقول لك احنا لنا جزء كبير جدا مع اولياء الامور، وهم الامانه مساعديننا بشكل كويس جدا. انا بشكرهم، بشكرهم على التزامهم، على تعاونهم معانا. يعني برضه معانا ناس خبرات سواء لعبه النادي او اشتغلت في قطاع الناشئين في النادي او في اكاديميات النادي الاهلي. معانا ناس محترمه جدا، وناس الحمد لله شغلهم الفني انا بشكرهم على ادائهم معايا ده تاني موسم على التوالي. الناس كلها محترمه، ناس ملتزمه الحمد لله. الولاد كمان في تحسن، لان انا بقيم المدرب اخلاقيات والتزاما وسلوكا، وفي نفس الوقت برضه الجانب الفني مهم جدا بالنسبه لي ان انا الاقي الولاد عندي بيتحسنوا. فالحمد لله يمكن انا يمكن بعد فتره بسيطه جدا الحمد لله بنلاقي الاولاد عندنا مستواهم الفني زاد بشكل كويس جدا. الحمد لله المدربين عندي ملتزمين جدا، بيشتغلوا بشكل كويس. كل شهر بنقعد وبنحط الخطه اللي هنمشي عليها كل شهر. في تواصل باستمرار مع كابتن خالد بيبو، بنشكره طبعا على دعمه لينا باستمرار. بيجي لنا زياره كل فتره يعني، لانه يشوف بيتابع وكل حاجه طبعا على تواصل معاه بيها على قد ما بنقدر طبعا. فالحمد لله يعني بشكر جدا المدربين لانهم قايمين بدور مهم جدا. الولاد عندنا تحسنوا بجد بصوره كويسه جدا، وبناء على كده ذكروا يمكن الحمد لله. احنا لو بصيت هنا للاكاديميه في يعني في من غير ما اذكر اسماء اكاديميات ثانيه، بالعكس مجرد ما بيشوف الولاد عندنا تحسنوا بتلاقي لعيبه كتير جدا بتجي لنا من اكاديميات مختلفه واسماء كبيره كمان يعني. النهارده عجبني حاجه برضو في بدايه التدريب، ان حضرتك واقف اللعيبه كلها وقفت بكل الاعمار، 1 2 3 اهلي كله في نفس واحد. الحته دي برضو بتبقى يعني بتزود الحماس عندهم، بتزود الاخلاص وبتزود كل حاجه. انت اكيد شفت الولاد بيقولوها ازاي، بيقولوها بحب وبقوه، ان هم عارفين هم منتمين للنادي احسن نادي في افريقيا، من احسن انديه العالم، نادي القرن. فهم عارفين هم موجودين في ده، بينعكس كمان على التزامهم وحبهم. التحية دي طبعا دي بنقولها في كل تمرين، لازم كل الولاد يقولوها، لان بنحاول نربط اسمهم باسم النادي يعني. ودي حاجة ده الطبيعي، زي ما بقول لك اللي اتعامل في النادي وعاش في النادي. يمكن الحمد لله انا كمان عشان اشتغلت اتعاملت في قطاع الناشئين، لعبت في الناشئين ولعبت في الدرجة الأولى، فعارف يعني النادي الأهلي. فالواحد واخد بطولات يا كابتن، واخد افريقيا، واخد دوري، فلازم برضه نقول الكلام ده يعني. الحمد لله يمكن انا حوالي 17 بطولة الحمد لله يعني. لكن الفكرة برضه انك ما هو في ناس كتير بتدخل النادي، لكن هل انت ماشي على السيستم بتاع النادي ولا لا، او حابب انك تمشي على خطى النادي ولا لا؟ لان انا بالنسبه لي دي بدايه مهمه جدا يعني. ان انا الحمد لله اخلص مثلا ابطل السنه اللي قبل اللي فاتت، وتاني موسم او اول موسم بعد ما بطل على طول، ان انا الحمد لله الاقي دعم من النادي انه يخليني في مهمه او في مكانه كبيره بالنسبه لي زي كده. فطبعا دي ثقه كبيره جدا، فبحاول ان انا اكون على قدها الحمد لله. اولا احنا هنا 4 فروع الحمد لله دلوقتي، في فرعين في دبي وفرع في ابو ظبي وفرع في عجمان. الحمد لله يمكن يعني تكمله لمستوى الولاد اتحسن. انا بقول لك ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في ان شاء الله اكتر من لعيب مميز جدا عندنا، ان شاء الله يكونوا اضافه لقطاع الناشئين، لان هو ده الاساس. اساس ان اسم النادي بينتشر في كل مكان، اسم النادي بيكبر في كل مكان، هو كبير طبعا. لكن ان انت برضو بتحاول في كل مكان تنقي افضل اللعيبه انها تبقى دعم لقطاع الناشئين، فدي ده من اهداف الاكاديميه. يمكن اهداف الاكاديميه كتير جدا الوقت، حتى مش هيساعدنا ان احنا نذكرها يعني، لكن ده من ضمن اهداف الاكاديميه. السلوك التربوي، السلوك الفني، ان احنا نقدر نفرز لعيبه مميزه لقطاع الناشئين. وبالفعل عندنا لعيبه مميزه جدا جدا، يمكن في لعيبه راحت القطاع السنه دي في بدايه الموسم، وفي لعيبه ان شاء الله كمان بنأهلها ان شاء الله يعني اقصى مدى ان شاء الله على الموسم الجديد، ان شاء الله يكون في اكتر من لعيب نقدر ندعم بيه قطاع الناشئين باذن الله.